الاستمرار الزمن. فليس من خصائص العمل الخيري أن تعمل في مدة ثم تقول انتهيت وتتوقف، فلا يتوقف الإنسان عن فعل الخير حتى يلقى الله. لا إله إلا الله. قال تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ما دمت لم تلقى الله فلا تحقرن من المعروف شيئا، فلعل الحسنة التي تثقل ميزانك تفعلها وأنت تجود بروحك. أعطيكم إن شاء الله تعالى قصة في صحيح البخاري كيف أن العمل الخيري يستمر معك حتى وأنت تجود بنفسك. إن عابدا من عباد بني إسرائيل حبس نفسه في صومعة يقبل على الله، لكن بعد 60 عاما وقد جادت السماء بالماء على الأرض ثم تركت لها أثرا في الأيام الموالية فاخضرت الأرض، فأطل من قوته في صومعته فرأى الأرض تجلب الألباب، فحدثته نفسه أن يخرج ليتنزه بعض الشيء، وقال لعلي سأطيل، فأخذ معه كسرة من خبز. فبينما هو عياذا بالله يتجول في نعم الله إذا به يرمق امرأة. أنتم ترون أن العبادة دائما إذا كانت مفصولة عن الواقع سرعان ما يكون لها تأثير ضعيف على السلوك. فرأى امرأة فراودته فوقعها، هذه عبادة 60 سنة. فجاءه الموت، جاءه ملك الموت بعد مباشرته ومقارفته للمعصية. وبينما هو كذلك حيل بينه وبين أكل تلك الكسرة فهو يموت، فمر عليه مسكين في الطريق فأومأ إليه هكذا برأسه، فتقدم إليه الفقير فأعطاه كسرة الخبز فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة في الحساب فتؤتى بحسناته فتوضع في كفة الحسنات، 60 عام من الإقبال على الله في كفة الحسنات، ويؤتى بالزنية التي زناها في الأخير في كفة السيئات فرجحت الزنية بعبادة 60 عاما. الله. لكن لما أراد الله لهذا العبد الخير ليعرف الناس أن عمل الخير من الأعمال التي تثقل الموازين وختم الله له به، جيء بكسرة الخبز وهي آخر عمل وفق إليه هذا العابد، فوضعت مع 60 عاما فرجحت بهن، فأنقذه الله ليس بعبادة 60 عاما ولكن بكسرة خبز أعطاها لمسكين وهو يجود بنفسه وهو لا يحتاجها. لو أعطاها وهو يحتاجها لكان الأجر أعظم، لكنك تعطيها في وقت أنت لست محتاجا لها، فلو بقيت في يدك ولم يرد الله أن يختم لك بالخير ما قاد أحد المساكين ليمر عليك مطلقا أصلا، لكن كله من الله، لم يرد أن يضيع العبد. هذه أولا، وثانيا ليعرف الناس قيمة أعمال الخير، وثالثا ليعلم أن الله ختم له بها أن العمل الخيري كالعبادة تستمر مع الإنسان إلى أن يلقى الله. علاش كنقول هالشي؟ لأن هناك بعض الناس يعملون أعمال الخير في مدة أيوة فيتوقفون. علاش؟ اسألهم علاش. علاش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن عمر رجل صالح. إن عمر رجل صالح لو كان يقوم الليل، فلا تكن يا ابن عمر كمن كان يقوم الليل وترك قيام الليل. لا تكن من بدأ العمل ثم قطع. لماذا تقطع العمل؟ لماذا؟ الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم.
يعني أنت حينما تتوقف من عمل صالح كأنك تستدرك وتقول هذا العمل أصبح لا يجدي، أو لا أنا أصبحت مستغنيا، أو لا أنا الآن عندي من الله تعالى شهادة بأنني من أهل الجنة. إذا ننزلش لو أنك لك هذه لكان لك عذر أن تتوقف على أشياء أنك من أهل الجنة. يا كاسدي من ذا الذي أخبرك أنك قبلت وأنك أصبحت من أهل الجنة؟ لا، لابد أن تظل عاملا في العمل الخيري حتى تلقى الله، وحتى تورث راية العمل الاجتماعي للشباب، الشباب الذين يئنون ويشتكون من عدم فتح الباب لهم. عقلياتنا جامدة، نترك مكاننا وإذا بنا نترك المكان صفصفا ليس فيه من حمل هم الدعوة بعدنا. أي كأن هذا العمل الخيري مقصور علينا نحن، أو العمل الدعوي مقصور علينا نحن. لم نشرب لبان حب الدعوة للآخرين للشباب. فاسأل الآن هؤلاء لماذا بدأتم في العمل وتوقفتم؟ لماذا بدأتم في العمل الخيري ثم تنكبتم ثم تقهقرتم؟ ما الذي جعلكم تبدأون في عمل صالح ثم تتوقفون؟ من؟ مشكلة. واحد بس يقول لك أنا لم أجد الزيد من يفهموني. وخسدي أنت لم تجد من يفهمك مثلا في هذه الجهة، هل هذا سبب مقنع لترك الدعوة؟ اذهب ولكن افعل الخير كما كنت تفعل، لأن إذا لم تكن ممن يتفاهم مع مجموعة في فعل الخير ففعل الخير يبقى هكذا مستقلا عن كل حركة. إياك أن تكرهني لأنني أنتمي إلى مجموعة تعمل الخير فتترك العمل الخير لأنك لم تتفاهم معي. لا يا أخي لا. هذا واحد. ثاني، لماذا لم تستمر في فعل الخير؟ قال لأن كل الناس أصبحوا أغنياء. إياك أن تقول ذلك، فإن الثلوج التي سقطت مؤخرا تبدي سوءات أحوالنا، تبدي كيف أن الناس في الأطلس لا يجدون حينما تقطع الطرقات الطعام ولا الشراب ولا الدفء فيستغيثون فلا يغاثون. لا تقل ذلك فيصدقك عليك قول الله تعالى، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ماذا تقول؟ من قال كل الناس زيد مرفين، هذا واحد من الزوج إما يغافل نفسه وإما يكذب على نفسه وإما يكذب على الناس وإما يريد أن يخفي الشمس بالغربال. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغنى الأمم، لكن سوء التوزيع جعلها من أفقر الأمم. يعيش الملايين مئات الملايين تحت خط الفقر. هل في الأمم من يبيت في المقابر؟ 5 مليون تميت في المقابر في دولة واحدة اللي هي مصر، يبيتون في المقابر أي لا مأوى لهم. واذكر اللاجئين، واذكر الذين لا يجدون الطعام، واذكر الذين لا يجدون الدواء، واذكر الذين لا يجدون التعليم، واذكر الذين إن أمة محمد أمة مكلومة. تكالب عليه الأعداء من كل جانب وحرموها من خيراتها. إذن هذا ما كانش. تقول لي قاعد الناس بخير، كما واحد السيد تقول له ودي الله يجازيك بخير دير الخير، يقول لك باقي شيء مسكين ألاطف. والله أنا سمعتها مرارا، الناس اللي عندهم فلوس هذا حرم من رؤية المسكين. هما غير مكركرين وما شافهمش، مطموس البصيرة إلى البصر. اش غادي دير؟ الثالث، علاش اخويا ما بغيتش تستمر في العمل تاع الخير؟ بدأت العمل الخيري وتركته. ايوا غير الخوانة، حتى واحد ما فيه ثقة. أنا مشيت ندير الخير وصبت ويبيع، ديت له الكبش وصبت عنده 4، ديت له كذا، مشيت شريت له الدواء ولا عند الفرماسيان يبيعوا وكذا وكذا. هل هذا زيد اخويا؟ هل هذا مؤشر يجعلك تقتنع بترك فعل الخير؟ اسمع مني جيدا لهؤلاء الذين يتركون الاستمرار في العمل الخيري حينما لا يصادف الخير أصحابه. نقول لك من الأول، إذا فعلت الخير فافعله لله،
وإذا أعطيت أعطى لله، أعطي لله. فإن أمنا عائشة كانت حينما تصطنع المعروف تمسك الدرهم قبل أن تضعه في يد المسكين، فلما سئلت عن السر عن ذلك قالت أنا أضعه في يد الله، أنا أضعه في يد الله، أنا أعامل الله في الناس. هذه وحدة تعامل مع الله سبحانه عز وجل، هذه المسألة الأولى، لا إله إلا الله. ثانيا، إذا صادف معروفك وخيرك أهله فأنتما شريكان في المعروف، الفاعل المعطي والمعطى. سمعت؟ وإن لم يصادف معروفك أهله فأنت أهل المعروف. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الدنيا والآخرة. فإن صادف الخير الذي تعمله من يحتاجه فأنت من أهل المعروف، وإذا صادفت أصحابه فهم أصحاب المعروف الذي يجب أن يصرف لهم المعروف، هو حقهم، فأنتما أهل المعروف. فإن كنت ممن يفعل المعروف ولم يصادف زيد أهل المعروف فأهل المعروف هو أنت، أنت تجمع المعروف الذي تفعله وتعطى أجر المعروف الذي خالف مكانه، فيضاعف لك الأجر حينما لا تصادف، لأنك إنما تعمل لله تعالى. ولا تقول كمن قال لم يصادف، والله ما نديرها، والله ما رجلها، شمتني، غشني. فيدخل إبليس من أجل أن يمحق الخير من الأرض. كم من إنسان كان محسنا يفعل الخيرات، لكن لما أخبر أن كثيرا من أعماله وورشاته الخيرية لم تذهب ولم تتوجه إلى أصحابها وصادفت المكارين المراوغين ترك فعل الخير. من المحروم إذن؟ محروم هو مرتين، محروم أولا من المعروف الذي لا يستمر فيه، ومحروم ثانيا مما فعله لأنه لم يكن يفعلها لله، ولذلك فهو ينتقم لنفسه. إيه هو ما أبغى وشو أرام الشمتونة، والله ما أبغي زينها. إذن فكأنه يأتي بالقلم الأحمر ويخطط على ما مضى من خير. لا يا أخي، لا يا أخي، ما أنت مخرج تقول هكذا. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. قال رجل لأتصدقن غدا بصدقة، فأصبح وحمل في يده صدقة، فكان أول رجل لقيه وضع الصدقة بيده ولم يسأله أهو مرفه أم موسر أم عامل، المهم وضع صدقة في يد من مد اليد. وكل من مد اليد، أنت لست مطالب بأن تبحث عن الجمعية، واخ الجمعية رأى منظمة وكذا، أما أنت كفرت تعمل العمل الخيري، أنت لست أبدا مخول لك أن تتبعه وتسأل عنه. هذا كي عندك شيء، وانت ما عندك شيء، وانت فات عليك السيد، هذا اقول له كلمه طيبه ولا اعطيه السلام، اعطيها لله سبحانه وتعالى. فلما اعطى تلك الصدقه شاع في المدينه التي يقطن بها ان رجلا لم يجد من يتصدق اليه الا لرجل سارق. يجي السيد هذا اعطى الشفار، ما صور ما يعطى الشفار. فقال لما بلغه الخبر الحمد لله صدق لسارق، والله لا أتصدق. ما ريتش، ما قالش وشفر أكثر ولا مري زايدة، قال لا أتصدقن غدا صدقة. فأخرج صدقة، فكان أول من مدت اليد له امرأة، فشاع في المدينة أن رجلا لم يجد من يتصدق إليه فتصدق على زانية، فبلغه الخبر فانشرح صدره وفرح وقال الحمد لله صدقة لزانية. ثم قال لا تصدقن في اليوم الموالي صدقة، ولم يمنعه ذلك مرتين أن يتوقف. فخرج في اليوم الموالي بصدقة، والحديث تعرفونه، فكان أول من مد اليد رجل، فشاع في الناس أن رجلا لم يجد من يتصدق إلا لغني، فقال الحمد لله صدقة لغني. ثم قال لا تصدقن ما حييت، هذا الأمر لا يعنيني. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان بطريقة من الطرق، قال أخبر عبدي
أن الله تصدق، أن الله تقبل صدقاته الثلاثة. لا 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 لا، لم يتقبل فقط، وإنما كانت هذه الصدقات علاجات لأمراض المجتمع وآفاته. فقال: فإن صدقته للسارق عالجت السارق من مرض السرقة. فقال: إذا وجد في الأمة من يتصدق علي فلن أعود أبدا لتسور حياة الناس من أجل لقطة. وقالت الزانية: إذا وجد في الأمة من يصون عرضي بالصدقة فلن أبيع عرضي من بعد اليوم، فتابت من الزنا. وقال الثالث: إذا وجد في الأمة من هو أفقر مني ويعطيني فلا أنا أولى من أن أفعل عمل الصدقة في المجتمع حتى ينتفع الناس، فداواه الله بصدقة الرجل من الشح والبخل. فكانت الصدقة والاستمرار عليها دواء للأمراض النفسية كالشح، ودواء للأمراض المالية الاقتصادية كالسرقة، ودواء للأمراض الاجتماعية وللانحرافات السلوكية كالزنا. إذا لم ي... ما تقول، ما تجيش وتقول لي والناس ما يحتاجوش والناس يغشوا يوريض، ما تريض شاسي. نظم المسائل ديالك كيما راك في الجمعية مزيان، وتكون عندك ملفات مزيان، لكن إذا كنت بوحدك لست مطالب بهذا الذي تطالب به الجمعية. إذا كنت لوحدك فعمل الخير زين وديروا بينك وبين الله تبارك، وهو أدعى للصدق وأدعى للإخلاص وأدعى لتربية النفس وأدعى لتقوية مراقبتك لله تعالى. إذن فلا ينبغي لساني أن يتوقف عن العمل الخيري أبدا بأي عذر من الأعذار. ولذلك زيد: فإن الله شرع لنا من الصدقات وأعمال الخير ما يجعلنا نرتبط بها حتى الموت. فجعل فيها الزيد الفرائض، زيد الفرائض تقصوا توقفوا ولا امر زيد، والثانيه والواجبات زيد، ها، والتدخلات الضروريه ثلاثه زيد، والذي يبقى بعدك الوقف، والخامس والتطوع. خمسه، اربع منها واجبه في الأعمال الخيرية. يعني واجب، ما معنى الواجب؟ أنك إذا فعلته أثابك الله، وإذا لم تفعله عاقبك الله. فأما الأعمال الواجبة في الأعمال الخيرية التي ترتبط بعبادة الإنسان فهي الزكاة المفروضة. فما دمت حيا ستزكي، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة، ما دمت حيا، ما دمت حيا، ما دمت حيا. فليبقى العمل مستمر، عمل الخير فرضها الله على كل من اوجب الله في ماله الزكاة، في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. ولذلك هذه تستمر مع الإنسان دائما. والفقير هل فرض عليه فعل الخير في المجال المالي؟ كان ولا ما كانش؟ مفروض عليه مفروض؟ هذا الغني والفقير كان ولا ما كانش؟ مفروض ولا مش مفروض؟ ففرض الله على الفقير أن يعطي من ماله فرضا، وهي زكاة الفطر، فيدخل فيها حتى المسكين الذي يزيد قوته على يوم عيده، في يوم عيده، على ما يحتاجه أفراد الأسرة. فلو فضل على قوته وقوت عياله شيء قليل لواجب عليه أن يخرجه للمسكين، ليربي حتى المسكين على أن ينخرط في العمل الخير الاجتماعي. فش وفي القضية ديال المال، إذن هذه واسمه الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يصح دين الواحد إلا بها، فمن جحدها فقد كفر.
ومن تركها تكاسلا فإنما يطالب بها زيد في الدنيا من قبل حاكم المسلمين فيأخذها منها عنوة وشطر مالي. عندكم الخبر؟ عندكم الخبر؟ عندكم الخبر؟ اللي ما يمدش للزكاة ما بغاش يمدها، اش كيدير الحاكم تاع المسلمين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اش كيديرهم؟ يأخذون زكاة هذا العام اللي ما مشاش يخلصوا زيد ونصف ماله عقوبة له على تركي أمر. إلا عنده 50 مليار وما بغاش يمد، بقى يدير حتى غادي يكمل العام يوصل الحول، يأتيه العاملون على الزكاة بأمر حاكم المسلمين فيأخذون قدر الزكاة المترتبة على ماله في ذلك العام، ثم تأتي العقوبة أن يؤخذ شطر ماله. 25 مليار تذهب للأمة، وفي الآخرة إذا تركها تكاسلا فأنتم تقرؤون آيات الله الذي يقول في سورة التوبة يقول سيد البسم: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. والأحاديث كثيرة. لا لا، هذا المفروض، هذا المفروض، هذا بلكي تبقى العمل مستمر. ثم هنالك العمل الخيري الواجب، الواجب هو أقل من الفرض. ما معنى ما الفرق بين المفروض والواجب؟ المفروض مفروض باش بنصوص الكتاب القرآن، والواجب مفروض بالسنة، ما نرفعوش كما يقولوا الأصوليون. إذا ما هي الأعمال الخيرية الواجبة التي تجعلك تستمر رغما عن أنفك في الأعمال الاجتماعية رحمة من الله بك حتى لا تترك العمل الخيري؟ لا إله إلا الله. إذن اسمه ما شاء الله تبارك. أولا الإنفاق على الوالدين، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، تدي المواني ديالك تديها لدار العجزة، قسمها الماكلة ديالك، لبسها وكسيها وكديها لدار العجزة. احنا عندنا شي دار العجزة؟ ايش الهدرة هذه؟ هذا يدخل في بر الوالدين. زيد الفقراء من ذوي رحمك وآتوا ذا القربى حقه والمسكين، واجب. ولد عمك بغى يدير العملية، تمشي تطلب له الناس وانتم ما عندكم؟ ولد عمك بغى يدير العملية تمشي تطلب له الناس؟ واجب أن تنقذوا هذا، واجب. داخل فيه ما يسمى التكافل الواجب بين أفراد الرحم. واش اسمه رحم؟ هذه الثانية، هذه الثانية تبقى دائما معك، دائما هذه واجبة. إذا فهنالك الوالدين، فهنالك ثلاثة: الجار، الجار المريض، الجار الفقير. قال رسول: ما آمن ما آمن ما آمن، قيل قد خاب وخسر يا رسول الله، لأن النبي يقول هكذا، ففزع الصحابة: من هو الذي فقد الإيمان من الأمة؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جاره جوعان وهو يعلم به. الله الله، فينك يا الإسلام، فينك يا الإسلام، فرحنا فرحنا فرحنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا واجب. جار جار. وهكذا فهنالك أمور كثيرة أوجبها الشرع لا يمكن للإنسان المسلم أن يتملص بها بدعوى أن هذا الأمر لا يهمه، هذا واجب. ولكن الناس ما قروش هادشي في الفقه، ما قروهمش، ما قالوش هادشي واجب بالكتاب والسنة. وإذا كتصيب السيد خليوس، لا لا لا. الثالث الواجب الثالث واسمه هو أنك كنت في زيد موقف أوجدك الله في موقف زين تستطيع أن تنقذ فيه، تنقذ فيه. هذه حالة السيد حذاك يموت جوعا، يموت بردا، عنده كريدي، المهم غادي يتهلك، غادي يتهلك إما بالحبس إما بكذا، وأنت تستطيع، جابك الله تما، وأنت تستطيع أن تقدم له شيئا لكي تنقذه فلم تفعل، هذا اسمه إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف واجب. فمن وجد في موقف احتاج فيه المؤمن لنصرته
أي نوع نصرة؟ فلم ينصره، أذله الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. الله أكبر. تقدر أخويا تقدر، تقدر تقدر. هذاك السيد اللي سب السيد خويا غرق، هو يعرف يفتح ويزق عليه، يقول هو قول له ما عليش نديروا حسنة، نقولوا حسنة أخرى، نديروا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا لا، فما لا يقبل منك الله تلك الحسنات، إنما يسمى ذلك الواجب واجب مؤقت ظرفي مكاني زماني، لا يقبل الله منك أي واجب آخر، لأن الله ابتلاك وامتحنك بأن أوجدك في موقف يشوف يبتلك بالامتحان ديالك. هذيك تسمى واجب وقتي، واجب وقتي يسموه العلماء واجب الوقت. ما معنى واجب الوقت؟ ان ما عندوش شي وقت. هذيك الزكاة تقدر عندها وقت، الصلاة عندها وقيت اخرى، ولكن هذا الحال. هذه دبروا وجابوا العلماء القضية نتاع انك قوي صح ياك صح. واحد السيد كان وكيل، كان وكيل، كان في ذوك الطحين وذاك الشيء على الحمار، ونعثر الحمار وطاح ياك، لان كان يتمشى بحال الشتاء اليوم ونعثر وطاح، وما عندوش شكون يعاونو غير بوحدو. فات عليه واحد السيد صح، قال له عاوني عاوني نرفدو الله. قال له ودي لا 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 لا، دواء مسخه، اللهم حسنه نقيه ولا حسنه مسخه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مشى وخلاه بحمار تما. يقبل منه ربي هذا المبكر؟ لا يقبل الله منه اي عمل الا ذلك. هذاك اسمه واجب الوقت. ها ثلاثه. واما الواجب الرابع بعد هذا الشيء ان شاء الله تبارك وتعالى، بعد هذا ان شاء الله تبارك وتعالى، هنالك المساله الثالثه وهي الأعمال التطوعية. إذن كاين الفرائض تجعلك دائما مرتبط بالعمل وتستمر، ثاني الواجبات، ها يعني كاين واحدة أخرى في هذه الواجبات يعني ما بغيتش نقولها، ولكن يعني وهي ما يسمى بالوقف. زيد الوقف، أنك توقف بعض المال حتى يبقى مستمرا بعد موتك، تموت ويظل الناس ينتفعون بما أوقفت من مال. توقف المال باش العلم، دي المكتبة، توقف المال واس. سبحان الله، أنا كنقول لهم واحد حاجة غير بسيطة في هذا الوقف تاع المال، غير شي حاجة بسيطة. نقول لهم شوفوا غير الله يرحم والديك، نشوفوا شي دار تتبنى، نشوفوا شي دار تتبنى، نتاع شي مسكين ولا، ويحصل باش يدخل لها الماء، دخل لها الماء، دخل لها الضوء، ما حد الكونتور غادي وهي تجري. الجامع، 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 ما قديتش كاع ديال 40 دورو، سمي 40 يا جورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أزم. أزم. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه. تعرف شنو المفحص؟ العش نتاع واحد الطير صغير. يعني الياجوره راها شحال فيها من العش، يديروا فيها 10 نتاع الطيور هذاك العش، يعطي الله بيت في الجنه. اذا في الانسان يحبس بعض الاموال ليجري الله تعالى اجره بعد موته. هذه ان شاء الله الواجبات. نمشيو للقسم الثالث الذي يجعلك ترتبط بالعمل الخيري وتستمر فيه، وهي العمل التطوعي. العمل التطوعي ما عنده حتى شيء ضابط، ما عنده شيء، يعني انت ابصر، افعلي اعمال الخير مطلقا منطلقا حرا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، الثانيه ورجل اتاه الله مالا سمعه فسلطه على هلكته، سلطه سلطه على هلكته في الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايوا مالكو، لو كان لي مثل جبل احد ذهبا لفعلت هكذا وهكذا، ولا رحت الى بيتي وليس معي شيء. شوف انا يا الخمس، والخمس رد عليكم، خمس والخمس رد عليكم، ولن تجدوني شحيحا ولا بخيلا ولا جبانا. الو، ملي كان يموت كان يفيق يقول عايشة عندي 7 دراهم، ماذا أقول لربي لو لقيته بالسبع، تصدقي بهن فشغلت به فأغمي عليه، فلما أفاق لم يتكلم أي شيء إلا أن يكرر فيقول يا عائشة ماذا فعلت؟ قال شغلت. قال لا ويحك، تصدقي بهن ماذا أقول لربي لو لقيته وعندي 7 دراهم. يا ودي يا ودي يا ودي. وحرك السيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودار على غير عاده، خرج تخطى الصفوف ومشى يجري. الصحابه فزعوا، ربي واسمه دار النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعاد بعد ذلك متهلل الوجه، قالوا يا رسول الله
فزعنا، ما الذي حدا بك أن تفعل هكذا؟ تخرج مباشرة على غير عادتك وتتخطى الصفوف وتعود. قال: تبر في بيتي من أموال الصدقات. تبر واسمه غاب، جاي من الغنائم، ووزعت بقتلي شوية، وخشيت أن ألقى الله وهو في بيتي لم أتصدق، مما دفعني أن أسرع زيد واسمه فأخذه فأتصدق بعد جي عندكم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك التطوع شوه، ما نتكلموش بزاف في التطوع تاع في الخيرات، لانه هو اللي يخليك تستمر، هو اللي يخليك تستمر بزاف. دير الخير دير الخير دير الخير باش ما قديت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره، فان لم يجد فبكلمه طيبه. ولو بشق تمره، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. كل شيء. وإماطتك الأذى من الطريق صدقة، وتبصيرك الرجل الرديء البصر صدقة، وإرشادك الضال في الفلات صدقة، وخطواتك إلى المسجد صدقة، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. صدقات صدقات. ولذلك نختم هذا المسألة بهذا الكلام. شوفوا، إلا كنت عقلوا قلنا في الأول في هذه السلسلة الخير واسمه فيه، فيه يسه نعم. وفي الأول قاعد واسمه قلنا إن شاء الله تبقى، كنا نقولوا باللي أعمال الخير هي من مقاصد الإسلام. قلنا شو الخير واسمه فيه، فيه واسمه الخير، وقول الخير، وفعل الخير، ونية الخير، والدعوة إلى الخير، والتعاون على الخير، والتسابق في الخير، والمصارعة في الخير، والتنافس في الخير. تسعياك تسعياك. أيوا شوف، العمل التطوعي في هذه التسعة، في تسعة، إما زيد أن تحب الخير وما تقدرلوش فأنت من أهل الخير زيد راك مول الخير، وإما أن تنوي الخير حتى إذا كان عندك ستفعله فأنت من أهل الخير زين، وإما أن تقول الخير. قال عليه الصلاة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقول الخير، يدل الناس على الخير، يقول الخير زين، وما كانش الخير اسمه، يفعل الخير، مشى المرتبة مزيانة زين، يدعو إلى الخير، يدعون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالدال على الخير كفاعله، يدعونا الى الخير زين، يتعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يتعاون زين، يتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يسابق في الخير، كانوا لها سابقين، يسارعون الى سارعوا الى مغفرة من ربكم، بادروا الى الاعمال سبعا، بادروا. هل تنتظر هل تنظرون هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفندا او شيخوخه او موت مجهزا ام الدجال ام الساعه والساعه ادهى وامر؟ ما تشفقش تلقى ربي، ما تلقاش مد 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 الكلمه الطيبه، مد الدرهم، مد مد، لان اللي يدير هكذا سبحان الله سبحان الله يعيش حياة طيبة. قلت لكم ذيك المرة دراسة دارت، فوجدوا أسعد الناس حتى من غير مسلم هم الذين يخدمون الناس. دراسات بك جاء واحد يموت هنا في وجدة من العائلة ديالي، من اللي مات عمرت الريحة بالريحة تاع المسك، المسك يعني تخرج له من اليد ديالو، من بنادم يقول هذا الشيء بنادم يجي له بحال الاساطير يعني لا. يعني كانت يده تمتد بالخير دائما، الريحه تاع المسك. كانت بنا زينب بنت جحش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعكن النبي لحوقا اطولكن يدا. فكانت نساء النبي بعد موته يتطاولن باليد حتى تورى من هي أطول الناس يدا، فماتت القصيرة هي الأولى. شكون هي؟ هي زينب. قالوا كيفاش النبي يقول أسرعكن النبي لحوقا أطول وهي القصيرة كيفاش؟
ففهموا أن المعنى معنى مجازي وليس حقيقي، لأنها كانت تمتد يدها بالخير إلى الناس، كانت تغزل الصوف وتكدير الكسوة ديال المجاهدين وتصدق بهم المجاهدين، من اللي ما تنبيه هي كدير الخير بيديها، ولذلك كانت أسرع الناس لحوقا للفردوس الأعلى بمرافقة زوجها في الجنة. أخيرا النقطة الرابعة والأخيرة وهي أيوة، ما الذي يدفعك لكي تستمر دائما في الخير؟ كاين شي حاجة اللي تدفعك؟ كاين شي موتور اللي يدفعك ولا ما كاينش؟ اللي يدفعك دائما دائما باش دير الخير، باش ما توقفش، باش ما يجيش شي واحد يقول لك المرأة كون ديرها كون ديرها غير دفعش هكذا هكذا ويردك. ها؟ كاين اللي ما يدير الخير ما يخلينا نزيدوا الخير. معرقلين. الله يستر يا رب. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين، يا رب يمنعون الماعون، يعوذ بالله، المعوقين القائلين لإخواننا هلم إلينا ولا يأتون البس إلا قليلا أشحة على الخير، أشحة على الخير. الله يستر يا ربي هكذا يا شي ناس قربهم هكذا، أنت ما غاديش تطيح هذا، لا تطع كل حلاف مهين مناع للخير، أنت تعلي منعك الخير؟ تعلي منعك الخير؟ لا لا ما تديرش هكذا. اللي ما هو المسائل اللي كتدفعك إن شاء الله للخير اسمه ما؟ الحاجة الأولى اسمه إن شاء الله تبارك الله. حاجة الأولى اللي كتدفعك دائما للخير إن شاء الله تبارك واسمه هي أنه أنك إنما تعمله لله، وإذا عملته لله انعكس فعل الخير على صدرك وإيمانك، فكنت زيد من أطيب الناس عيشة، ومن أسكن الناس صدرا، ومن أفسح الناس صدرا، ومن أقواهم إيمانا، ومن أعظمهم يقينا في الله. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يا أخي، الحياة الطيبة، حياة طيبة، وهذه الحياة الطيبة فين يشوفها؟ يشوفها فاش؟ في صدره. فاش يشوفها؟ في أولاده. كاين اللي يشوفهاش في صحته، كاين اللي يشوفها فاش؟ في عقله، ما يولي ما يقيسوش الزهايمر يبقى إلى يوم القيامة. كاين اللي يشوفها فاش؟ علمه يزداد. كاين اللي يشوفها فاش؟ فاش يشوفها؟ في وليداته، وليداته يعيد ببركته على الأولاد. أنت ما تعرفش فين فين غادي ديك الحياة الطيبة، فين غادي ربي يرصيها. هذا الدافع، الدافع إيماني، ودافع إيماني. الثانية أنتم راكم تعرفوا علاش، أنتم راكم تعرفوا علاش أن هذه الصدقة واسمو الدير، واسمو الدير ياك وراكم قاعد تقولوها ترفعوا البلاء. زيد في الدنيا ترفعوا البلاء، زيد زيد في الرزق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يا كاس هذه الدنيا زيد، وفي الدنيا قاعد تباركوا العمر. زيد زيد أخويا ياك وراكم قاعد تعرفوا هذا الشيء. زيد ايوا وتقي ميتة السوء، ما تشتتش في السماء انت، ما من تموت ما 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 الميتة تاع السوء ما كانش تكون مجموعة. تقي ميتة السوء زيد ايوا احنا كملنا الدنيا، انت حاول مازال ما كملناش الدنيا، يقولوا كملنا الدنيا روح للقبر. زيد تطفئ حر القبور، تطفئ حر القبور. الله الله الله، الصدقة في القبر تحاج عنك الملائكة الذين يأتونك للسؤال. صدقة صدقة يا وزيد. وفي الآخرة اسمه يستظل بها المتصدق في ظل صدقته، اللي يكثر ولا يقلل. واحد يوم القيامة يكون تحت الجبال، الجبال يلا الظل، الجبال يلا الظل، واحد واسمه شوية تديت له شوية تحار محروق، واحد واسمه راه في القعدة، اللي ما دار منه في القعدة، في القعدة كثر ولا قلل، لأن غدا من تكون الشمس تدنو من رؤوس العباد، هذا حق ويقين. شوف أخويا أنت كين تكون فين تكون. ولذلك هذه بعض الدوافع، لأن كاين إن شاء الله الدرس الجاي في قضية هذا الأخر هي الدوافع، يعني غادي نولي ولا هذا المساء، ولكن هذه فقط كختام ل مسألة استمرار العمل الخيري حتى تلقى الله. وتمنيت باش ما نقولوا استمرار الخير حتى تلقى الله، استمرار الخير زيد الخير ديالك بعد موتك، يعني انت ميت والخير ديالك باقي. منين تقول استمرار انا سأستمر في الخير حتى تلقى الله، معناه
معناه أن غادي تكون واسمه على مراك الضرب على مراك الضرب راك الضرب على 20 عام 40 عام 60 عام وش هذا 80 عام ويتبلع الملف براك ختم صح. لا أنا بغيت استمرار أنا أستمر في عمل الخير إلى يوم القيامة باش يا كان أنا عشق 60 نعم فتح الله لك إمكانية أن يظل خيرك من بعدك يجرى عليك أجره ما بقي أثر لعملك الصالح. إذن شو شو لسه وش البعد اللي عنده لسه لسه عنده بعد المؤمن عنده بعد كان اللي يموت مسكين يبقى يستنى شي مؤمن يقول له الله يغفر لك ويرحم لك تجي لي واحد الحسنة من عند المؤمن وكاين اللي واسمه قال لك أنا ما استناش إلى الموت يدعي لي شي واحد أو لا يتصدق علي شي واحد أي أنا يا عندي هذا 4 دور ولا عندي هذا شي حاجة أنا مشي نديرها في واحد الموضع اللي تبقى من بعدي من دفع بها مسلم إلا ويأتيني أجرها. شجر غرسته أرض عدلتها طريق صوبتها قنطرة حاسي مستشفى مستوصف مدرسة قريت وليدات تاع المسلمين العلم وقالوا قريه للناس مورا فهذا عمل ديال الخير لأن الاستثمارات في الدنيا حدها الدنيا ولكن تاع الأخيرة باخين باخ. إذن الكلام مجموع وهو المجموع المجمل واسمه هو أن الخاصية الثالثة هي كيسميوها كيسميوها الاستمرار أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ها وقلنا في الأول ما يمكنش الإنسان يتعلل بسبب ويوقف العمل خصو يستمر لأنه يتعامل مع الله وقلنا باش يبقى دائما مستمر كاين فرائض كاين واجبات كاين مسائل واجبات وقتية كاين وقف وكاين عمل تطوعي يخليك دائما من خير الخير من واجب الفريضة من فريضة الواجب الوقت من واجب الوقت التطوع من تطوع فالله تعالى يحب واحد العبد يشغله فاش يفطع حتى يموت هكاك يفطع يموت هو خارج يمشي يتفقد صحاب القرآن يموت هو خارج يمشي يخلص الفقير يموت هو خارج داي السلة لمن المقطوعين داي يموت هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك الدوافع إن شاء الله دوافع فيها كثير من الدوافع التي تدفعك فإن لم تندفع فاعلم أن دوافعك واسمه ميتة المواتر المواتر محشيين كيقولوا ذاك الباتري واسمه الباتري فابل شت البورطابل منين يدير لك باتري فابل تجي تهضر معاه ويدير لك بيب 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 باتري فابل ما تهضرش قوي الباتري قوي صلتك بالله لكي يأتيك النور والطاقة التي تدفعك في طريق مرضات ربك وصلى الله على حبيبنا محمد وأستسمحكم على هذه الإطالة وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين.